حلقة اليوم كانت البداية الفعلية ما قبل العاصفة، حيث أن أيانو كوجي قام بتجهيز كل شيء قبل أن تقوم كوشيدا وكاكيرو بمكرهم، وأيضا جلس الطلاب لأداء اختبار خلط الأوراق بحيث تنافسوا مع الفصول الأخرى كثنائي. وفي عضوة جديدة ظهرت برفقة كاكيرو، ويبدو أنها خبيرة بالسيكولوجي بحيث تستطيع قراءة الوجوه. وكما توقعت، إيري طلبت من أيانو كوجي الانضمام لمجموعتهم، وكاريزوا صارت في وضع خطير بسبب محاولاتها لجذب انتباه أيانو كوجي. لذلك سأسرد لكم أهم الأحداث في هذه الحلقة بالترتيب مع شرحي وانطباعي لها، فبدون ما نطول بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا ميناسان، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية. بعد أن قامت كوشيدا بعقد رهان مع هوريكتا أن إذا فازت كوشيدا تطلع هوريكتا من المدرسة، وإذا فازت هوريكتا تتوقف كوشيدا عن توريطها في موضوع فصلها، وقتها كانت تمتلك كوشيدا بلان بي أو خطة بديلة. ثم التقت كوشيدا بريويل وأخبرته بخصوص الرهان اللي تم بينها وبين هوريكتا وأيانو كوجي. وفي هذه المرة كوشيدا كانت تخطط حرفيا لفصل طلاب الصف دي جميعهم من المدرسة، بحيث اتفقت مع كاكيرو إنه يعطيها إجابات الصف جيم لاختبار خلط الأوراق حتى تضمن هي والشخص اللي شكل ثنائي معها النجاح بالاختبار. وطبعا بعد ما تفوز كانت تخطط أيضا للتخلص من الشخص اللي شكل معها ثنائي بطريقة أو بأخرى. بعدها ممكن تقوم إدارة المدرسة بنقلها لصف جيم، وهم طبعا حاطين فرش أحمر لها ليستقبلوها بأي وقت. المهم لكي يقوم كاكيرو بتسليمها إجابات خلط الأوراق هناك مقابل، وهو أن كوشيدا تقوم بتسليم إجابات خاطئة للمدرسة. طبعا نسيت أذكر أن المجموعة الوحيدة اللي ممكن تنجو من فخ كوشيدا هي مجموعة أيانو كوجي، لأن في يوم مراجعة وتجهيز اختبار خلط الأوراق كوشيدا ساعدت المجموعة الأولى اللي بقيادة هوريكتا، والمجموعة الثانية بقيادة هيرو، بينما أيانو كوجي أشرف على المجموعة الثالثة اللي ما صار لهم مكان بسبب اكتمال المجموعات بقيادة مانابو. ثم سألت كوشيدا كاكيرو عن مخططاته حيال اكتشاف العقل المدبر وكيف سيجده، ورد كاكيرو إنه جهز أحدهم لهذه المهمة. ثم انقسم الطلاب كثنائي وفردي لكي يستعدوا لاختبار خلط الأوراق، ويوكيمو قام بتجهيز أسئلة صعبة للطالبين اللي إجابتهم متساوية حتى يحضرهم للاختبار القادم. ومياكي زعلان لأنه يدرس في الوقت اللي أصحابه يلعبون كرة، بينما هاسيبي ذهبت لتعبئة كوب القهوة، لكن اعترض كاكيرو ريوين طريقهم، والكل عارفين إنه شخص يحب المشاكل. ثم وجه ريوين كلامه مباشرة ليوكيمورا وأيانو كوجي لأنه يشك باثنيناتهم كعقل مدبر وراء الصف دي. ثم حضرت شينا هيوري وراقبت جميع الطلاب إذا في شخص مشبوه أو متوتر، لكن جميعهم ما كان لديهم أسباب للاشتباه بهم وما وجدوا أي دليل. بخصوص مياكي أحس عنده خلفية بالمشاكل عكس بقية الطلاب، كمان هو رياضي وممكن يساعد أيانو كوجي للمشاكل القادمة. ثم اعتذرت هيوري لهاسيبي وغادر المكان. ثم ذهبت مجموعة يوكيمورا لأخذ استراحة ونسيان ما حدث معهم بسبب كاكيرو. ويوكيمورا شخصيته قريبة لمنابو أخو هوريكتا بحيث يدقق بكل شيء حتى في الأكل، بس أتفق معه بخصوص أن المحلات يبيعون لنا عصير بخمس ريال، بالنهاية مصنوع من مواد حافظة مش عصير طبيعي. وأيضا المجموعة بالرغم من أنها بدت بشكل بسيط كمساعدة لبعضهم البعض، إلا أنهم أصبحوا منسجمين مع الوقت، ولكي يصبحوا منفتحين أكثر مع بعض بدأوا بمنادات بعضهم البعض باسمهم الأول، لكن يوكيمورا اسمها الأول تيرو هوكو وما قبل منادته بذلك لأن أمه أعطته هذا الاسم، وفي طفولته تخلت عنه أمه وصار والده يهتم به بدلا منها. وبعد ما ولد اقترحت أمه تسميه تيرو هوكو، بينما أبوه اقترح اسم كيسي، لذلك يفضل يوكيمورا منادته بكيسي. وأثناء حديثهم لاحظ أيانو كوجي أم شعر وردي واللي طوال اليوم تحاول التقرب من مجموعتهم. بعد منادات بعضهم البعض باسمهم الأول قرروا يحطون يدهم فوق بعض كاحتفال لتكوين مجموعة، لكن أدركت ساكورا أن في هذه اللحظة الاختباء ما منه فايدة، وطلعت زي المجنونة تركض للطلب من أيانو كوجي الانضمام لمجموعته، وطبعا علشان تتقرب من أيانو كوجي وتحميه من كاريزوا وساتومايا، وبما أنها شخص ما تجيب المشاكل عكس كاريزوا قبلوها للمجموعة، لكن قبل ذلك لازم تناديهم باسمهم الأول. ولما وصلت
وصلت لاسم كيوتاكا توترت وعطته اسم كيوبون، وبهذا أصبحوا مجموعة بخمس طلاب، واختاروا أيانو كوجي كقائد ليوجههم بالرغم من أنه دائما يتفادى لفت الأنظار. وعندما حل الليل أخبر أيانو كوجي كارويزوا بالمستجدات، وكمان هو ومجموعته رايحين يشوفون فيلم لتقوية علاقتهم. وكارويزوا فهمت كلامه بشكل خاطئ وقالت له شكلك مستعجل تتقرب مني، لكن ما مشكلة، طيب متى بتروح تشوف الفيلم؟ وكمان بدأت تقترح عليه اسم فيلم رومانسي وهذه الحركات، لكن أيانو كوجي قال لها شكلك فهمتي غلط، قصدي أنا والمجموعة رايحين بكرة نشوف فيلم بعد المدرسة، وخاب أملها. بعدها أخبر أيانو كوجي كارويزوا بخصوص خطته للاجتماع مع هوريكتا. بعدها تقوم كارويزوا بافتعال المشاكل مع كوشيدا، وذلك لثلاث أسباب، حتى تكشف قناعها المزيف وتوريهم الوجه الثاني، وأيضا كتحذير ليخبرها العقل المدبر بأنها انكشفت فلا تحاول الغش. والسبب الثالث بذكره لكم لما نوصل للحدث، لذا خلونا نستمر بالترتيب لتوضيح كل شيء. المهم بعدها بدأت الدراما، لأنه كانت مستعدة للاحتفال بيوم ميلاد أيانو كوجي، وحتى لبست علشان تروح لعنده وتفاجئه، لكن هو صدمها بأنه بيطلع يروح يشوف فيلم مع مجموعته. خلونا نقول شعر لوصف الموقف، كنت أحسبك والهان طلعت بردان، والكيك اللي جهزته لك باكله وحدي، آه يا غدر الزمان، وسهر الليل اللي سببه لي أيانو كوجي، الله وسلامتكم. طبعا شعر من الكيس. المهم مع بداية اليوم التالي بلفت الانتباه بالمجموعة، وقالت أنها تريد تغني وتطز بالاختبار، وهوريكتا تطمنت على جميع الطلاب حتى تراقب مدى تقدمهم واستعدادهم لاختبار خلط الأوراق القادم. ولاحظت كاروزوا أن كوشيدا لطيفة زيادة عن اللزوم، وقالت لها ما تشوفين أن الموضوع خطير وفي كل سنة يفصل من اثنين ثنائيات للثلاث، فلا تستهيني بالوضع وتصرفي بطبيعتك ووجهك الثاني. طبعا هي حاليا تنفذ الطلب اللي طلب منها أيانو كوجي أنها تستفز كوشيدا، وقالت لها دائما تقولين هيا بنا جميعا لننجح معا، لا شيء مستحيل، بطلي مسرحيتك، إذا فشل الطلاب بالاختبار تتحملي مسؤولية فصلهم. وهذا طبعا كان تحذير غير مباشر لها من أيانو كوجي أنها تتراجع عن مخططاتها في فصل طلاب الصف دي، وأن خطتها صارت مكشوفة. طبعا كوشيدا توترت وقامت كاروزوا برش الماء عليها. تدرون ليش سوت ذلك؟ طبعا تعمدت علشان تمسح البصمات اللي تركها أيانو كوجي في زيها، من ذاك اليوم ما غسلت زيها. طبعا كاروزوا مش فاهم المغزى من فعل ذلك، لكن أيانو كوجي حذرها مرتين علشان تغسل زيها اللي ما غسلته من الموسم الأول علشان ما يروح دليل البصمات. وطبعا فشلت خطة إظهار وجه كوشيدا الثاني. طبعا ما أخذ منها موضوع تصنع اللطف يوم أو يومين لتتقنه، الموضوع أخذ منها سنين لتحترفه وتظهره بالوقت المناسب. ولاحظت كوشيدا من صدمة كاروزوا أن في شخص استغلها، لذلك حافظت على هدوءها، بينما كاروزوا حست بالإحراج أنها تورطت مع كوشيدا، وطبعا هذا يعني أنها بتتورط بمشاكل أكبر، وممكن كوشيدا هي الشخص اللي بيأذي كاروزوا، مع أن هذا مستحيل، كوشيدا خبيرة أسرار مش عنف. لذلك الاحتمال المؤكد وراء أذية كوشيدا بيكون حارس ريويين ألبرت اللي يضرب بيد من حديد، ما يهمه فتاة أو ولد، وراعي مشاكل الصف قال ما في داعي تسوون مشاكل، خلوكم حبوبين وجلسوا. وهوريكتا قالت له أنت بالذات مفروض ما تتكلم عن هذا الشيء. ولكي تكمل كاروزوا مهمتها طلبت من كوشيدا أنها تغسل زيها كاعتذار للشيء اللي سوته، لكن قصدها هو دام إنك ما غسلت زي كل هذه السنين خليني أنظفه هذه المرة لك علشان يرجع للونها الأحمر. وعلشان تقنعها وما ترفض بدأت تبكي أمامها، بالله خليني أنظف زيك المعفن يا أختي، ولا بينتشر الوباء للفصل بسبب زيك اللي ريحته خايس. طبعا ما قالت كذا، بس أقنعتها علشان تنفذ مهمة أيانو كوجي، ووافقت كوشيدا إنها تغسل ملابسها. طبعا كوشيدا حست أن الموضوع فيه بصمات أيانو كوجي، لكن ربما هي احتفظت بهذاك الزي في مكان ما. بالنسبة لأيانو كوجي أخذ موضوع مسح البصمات من الزي كاحتمال ليغطي هدفها الأساسي إنه يخفي ورقة إجابات الصف جيم في زي كوشيدا. في اليوم التالي ذهبت كوشيدا للإدارة لتسليم أسئلة الصف دي للمعلمة تشاباشي راسي، ولم تتوقع المدرسة حضور كوشيدا، وهذا يعني إنه خاب أملها فيها بعد ما عرفت المعلمة أنها الخائنة اللي تسرب الأسئلة للصف جي. وكوشيدا قالت للمعلمة هوريكتا طلبت مني أسلم الإجابة، وكوشيدا هي ما تدري أصلا أن هوريكتا جت قبلها بيوم وسلمت الإجابة، وقالت للمدرسة نفس الكلام اللي
قالت كوشيدا إنه إذا جاء حد بعدها وسلم ورقة الأسئلة تظهر المعلمة بقبول الأسئلة، بعدها تحطها في ماكينة قصاصة الورق بمعنى آخر تتخلص منه. طبعا ما بيجي حد بعدها. في نهاية اليوم أخبرت كوشيدا كاكيرو أنها أنجزت مهمتها وأعطت أوراق الأسئلة المزيفة للمدرسة. بالمقابل أخذت من كاكيرو أسئلة الصف جيم حتى تضمن الفوز وحدها. وفي صباح الاختبار التقت ساتومايا بعيان كوجي وتطمن عليها لو نامت كويس، لكن تدخلت كاروزوا وقالت لساتومايا شكلك ناوية تنفرشين من صباح الصبح، تعالي معي بس اشربي قهوة وبطلي غزل. ولاحظ هيرو حبيبها الافتراضي السابق انها تغار من ايانو كوجي. بعدها ذهبوا للفصل لتحضير انفسهم قبل بدء اختبار خلط الاوراق، وقالت هوريكتا انه لن يفصل احد هذه السنة. ثم بدأ اول اختبار لخلط الاوراق من الثمانية المواد، وهو اختبار الرياضيات اللي اتفقت فيه هوريكتا وكوشيدا انهم يتنافسون فيها، ومدة الاختبار 50 دقيقة. ومع بداية الاختبار لاحظ ايانو كوجي هدوء كوشيدا، لكنها في الواقع كانت مصدومة ان ريوين اعطاها ورقة اسئلة مختلفة تماما عن الاصلية، وهي راحت تراجع وجهزت الاجابات. بالنهاية طلعت الاسئلة مختلفة. طبعا كوشيدا ما خافت على انها تفشل في الاختبار، لكن ادركت ان كاكيرو خانها، لذلك يقولون احذر عدوك مرة وصديقك 1000 مرة. بعد نهاية الاختبار شعر الطلاب ان الاختبار كان ثقيلا، لكن تجاوزوه بطريقة ما بفضل مساعدة هوريكتا وهيراتا. وفي هذا الاختبار احرز سودو 40%، وهو اقل من نتيجة الاختبار المصغر السابق، بينما هوريكتا احرزت حوالي 90%، وكلاهما ثنائي باختبار خلط الاوراق. لذلك هذا يعني ان سودو نجا بفضل درجاتها المرتفعة. من ناحية اخرى لازم يحرز احد الثنائيين 60% وما فوق لضمان الفوز. وغادرت كوشيدا الفصل وهي معصبة 1000، وراحت عند كاكيرو لتتهمه بالخيانة، وقالت له ليش عطيتني ورقة أسئلة غلط يا خاين. بهذه الطريقة هوريكتا درجتها فوق 90 وبتهزمني، وما بقدر أحقق رغبتي في فصلها هي وأيانو كوجي. لكن كاكيرو قال لها شكلك فاهم الموضوع غلط، تعتقدين إنك خنتي هوريكتا، لكن هي اللي أساسا خانتك وسلمت ورقة الأسئلة للمدرسة قبلك. الشيء اللي أحاول أستوعبها الحين هو مفروض ورقة الأسئلة اللي يسلمها طلاب الصف دي تأخذها المدرسة شباشر للفصل جيم صح؟ لكن كوشيدا استبدلت ورقة الأسئلة الخاصة بالفصل دي، تدرون ليش؟ علشان تعطي الفوز لطلاب الصف جيم ويحلون الأسئلة وهم واثقين من الإجابة. لكن صدمتهم هوريكتا بأسئلة مختلفة. طبعا توي فهمت الموضوع زيكم، وشرح أيانو كوجي خططها اللي دبرها لكاروزوا، بحيث أن هوريكتا توقعت أن تسلم كوشيدا للمدرسة سي ورقة أسئلة مختلفة. وفي يوم إعلان المدرسة لاختبار خلط الأوراق اتفقت هوريكتا مع تشاباشيرا سي بشيئين، أولا قبول ورقة الأسئلة منها فقط، ما يهم إذا سلمت ورقة الأسئلة قبل كوشيدا أو بعدها، وثانيا إذا قدم أحدهم ورقة أسئلة تتظاهر بأنها قبلته وتحطها مباشرة في ماكينة قصاصة الورق. وشرح أيانو كوجي أيضا لكاروزوا سبب طلبه لكي ترش الماء على كوشيدا، وذلك لكي يحط ورقة الإجابة في زي كوشيدا والغش يعني الفصل من المدرسة دون نقاش. لكن ما ظهر لو تم اكتشاف غشها أم لا. قال لها كاكيرو أصلا ما جبتي لنا ورقة الأسئلة الصحيحة، كيف تتوقعين بالمقابل نعطيك الأسئلة للصف؟ وأظهر لها كاكيرو ورقة الغش اللي كان معلق بزيها، واللي كانت الإجابة للأسئلة اللي أعطاها كاكيرو لها، والإجابة بس اثنيناتهم يعرفونها. وهكذا وضح لها كاكيرو أن المصلحة المتبادلة اللي كانت بينهم انتهت، وأصبح مع أيانو كوجي دافع قوي لفصل كوشيدا، لكن هدفهم الأساسي هو لإخضاعها وتعاونها معهم ليستفيدوا من قوة الأسرار اللي بحوزتها. ثم التقت هوريكتا بكوشيدا لكي تعترف بخسارتها، وتظاهرت كوشيدا بأنها محطمة وخلاص انتهى أمري، وقالت لهوريكتا تريدين تتأكدي أكثر إني ما بورطك بالموضوع. وقالت هوريكتا ما فيش داعي دام ما تورطيني بموضوع ماضيك، لكن رفضت كوشيدا مصافحة السلام، ووضحت لها أن الموضوع كان بينهم الاثنين، وهذا يعني أنها حاليا تسعى خلف أيانو كوجي. هذا البنت منافقة صح، مع أنها من البداية اشترطت أن الموضوع مشترك بينهما، لكن تريد تنتقم من أيانو كوجي بالتحديد لأنه فشلها أمام كاكيرو وهوريكتا. طبعا أرسل العقل المدبر سابقا رسالة مقايضة لكاكيرو إنه يعطيه ورقة الأسئلة مع الأجوبة الخاصة بصف جيم لاختبار خلط الأوراق، وهذا طبعا مستحيل. كاكيرو يرفض يخسر كل طلاب فصله أمام الصف دي أدنى صف. والخيار الثاني إنه يعطي لكوشيدا ورقة أسئلة معدلة ومختلفة عن ورقة الأسئلة اللي بيقدمها طلاب الصف جيم للصف دي. في المقابل أخبره أن
أن هوريكتا اكتشفت خطة كوشيدا وسلمت ورقة الأسئلة للمدرسة قبلها، فما في فايدة، فصلكم بيخسر. وانصدم ريوين لأنه أدرك أن خطة كوشيدا كانت بتودي أحد الفصلين في 60 داهية، لذلك اختار ريوين فصله بدلا من كوشيدا وانتهت مصلحتهم. وبهذا ضرب أيانو كوجي عصفورين بحجر. هو المفروض كان كوشيدا تفصل أيانو كوجي وهوريكتا من المدرسة إذا جابت كوشيدا درجات أعلى من درجات هوريكتا، لكن أيانو كوجي أنقذ هوريكتا سوزوني من الفصل. وبنفس الوقت فشل خطة كيكيو لخسارة الصف دي. بخصوص كاروزو، تقربها من أيانو كوجي جعلها في محط أنظار كاكيرو، لأن كاكيرو يتذكر كلام مانابي والفتيات اللي تنمروا عليها أن العقل المدبر هددهم بفيديو التنمر، لذلك حاليا يفكر كاكيرو بأذية كاروزو حتى يكشف أيانو كوجي عن نفسه وينتقم لها. لذلك أرسل صورة كاروزو وهي تتجول لأيانو كوجي وكتب له ستدفع ثمن استغلالي، وأيانو كوجي قال لو سكت كان أحسن، لكن هذه المرة جرب تسوي مشكلة، بس حاول تلعب معي بأي مقبرة تريد تروح لها لكي أدفنك فيها. طبعا ما قال هذا، لكن الحلقة القادمة بيكون فيها مشاكل، بحيث ظهر في العرض التشويقي للموسم الثاني أن كاريزوا صار لها مشكلة، وهذا الشيء لا مفر منه بسبب ظهورها المستمر، حتى لاحظها كاكيرو وعرف أنها مرتبطة نوعا ما بالعقل المدبر. وهكذا انتهت الحلقة، وكالعادة استمتعت بشرحي وتحليلي للحلقة، ونتمنى تبدأ المشاكل. I don't want peace. I want problems always. مع اني ما اتوقع تصير بالحلقة القادمة، ممكن تصير بالحلقة 11 او 12، لان الاستديو عارف ان هذه هي اللحظة اللي هرمنا من اجلها. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة. كان معكم روكورو والسلام عليكم.